وقعدنا لساعة واحدة ونص. يعني أنا ماليش أي علاقة بحكاية سناء كامل دي، بس أرجوكوا الكلام ده بينا وبين بعض بس، أنتوا فاهمين طبعا. يا أستاذ حافظ، أنت اعترفت دلوقتي قدامنا بجريمة الزنا. يعني إيه؟ يعني تتفضل معانا عشان نسأل الدكتور تحسين إذا كان يحب يوجه لك تهمة الزنا ولا لأ. تفضل. تفضل. بس أرجوكوا نخرج بهدوء، أنتوا عارفين مركزي في الشركة. مفهوم طبعا مفهوم. تفضل. أنسة سامية، أنا عندي ميعاد مع السيد الوزير، وزير الداخلية. زمان المدرسة باظت والمدرسين مشوا وسابوا التلاميذ يلعبوا علشان الدروس الخصوصية. الوزارة عايزة كده، قالوا لي هنديك الدرجة، استنيت سنين واديني لسه مستني. احلك سر. شد شد وصلت يا منظرة. يا حافظ الكلب، انا تعمل فيا كده؟ مثلنا نتقابل هتروح مني فين؟ يا ريت سيادتك تكتشف لنا اوضة اروع من كده شوية وانا هبسطك. تبسطني؟ احنا اللي نبسطك قوي. يا عيني حبيبي. اهلا 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 حبيبي. ده لسه سيادة الوزير طلب في التليفون من شوية. ما طار طير وارتفع الا وكما طار وقع. تحسين يا اخوي، اكيد فهموك الحكاية غلط. انت عارف انا بحبك قد ايه. انا كنت بحاول الخص لك بيتك. خليت لي يا بيت يا ندل يا جبان. ها يا شويش يا شويش الحقوق. يا شويش يا شويش الحق. المجنون يا مجنون الحق. يا شويش يا شويش الحق الحق. يا شويش يا شويش الحق. يا ناس اي خدمة؟ انا ممدوح فريد واحنا مباحث. اهلا. احنا عرفنا ان ده مكانك المفضل فقلنا نيجي نقعد معاك شويه. اتفضلوا. اتفضل. سؤالين ثلاثه. بخصوص ايه؟ سناء كامل الله يرحمها. عندك مانع؟ اطلاقا. اتفضل. اتفضل. شكرا. متشكر. استاذ ممدوح. افندم. احنا عاوزين نعرف ايه مدى العلاقه اللي كانت بينك وبين المجني عليها. ايه اذكروا محاسن موتاكم. اللي كان بيني وبينها علاقه جنسيه وبس. طب عاوزين نعرف مدى العلاقه اللي كانت بينكم في غير كده. وبالتفصيل لو سمحت. شوف يا كابتن، شوف انا راجل صريح جدا. خش يا فندم بقى. خش يا استاذ. ايه ده؟ ده يفصل فيه تصوير سينما النهارده. الواحد ما بقاش قادر يستريح في المكان ده، كل يوم تصوير تصوير. بيظهر سناء كامل بتتصور. دي تاني مرة بتصور هنا. يبقى المكان جاي على مزاجها. حلو قوي. مين اللي معاها ده؟ ده خطيبها أحمد صابر. صورهم ملي الجرايد كل يوم. هي مخطوبة؟ هاي أهلا. اتفضلي مدام. اتفضلي مدام سناء. اتفضلي يا مدام. جاهزين؟ كله بركات بسرعة. جاهزين. سكوت. دور. طب
اسمح لي. فين يا فندم؟ ميرسي. واحد شسل؟ من فضلك. مش فاكر حضرتك نسيتي حاجة هنا المرة دي. شسل؟ حاجة ايه؟ سلسلة مفاتيح الهانم ذهب. غريبة، أنا مش فاكرة. السلسلة عندي يا فندم. وما سلمتهاش للإدارة ليه؟ أنا فعلا فكرت في كده، بس حبيت أوصله للهانم بنفسي. وخصوصا وهي جارتي في المعادي. بس الهانم مش ساكنة في المعادي. أنا ساكنة في الزمالك، 25 شارع المنتزه، يا ريت تبقى تجيبها لي. هجيبها لك يا فندم. ميرسي. اهلا. جبت المفاتيح؟ انا كنت متاكده انك هتيجي. وانا كنت متاكد انك هتستنيب. يا سلام، ده ايه الغرور ده؟ ايه اللي مخليك متاكد كده؟ لانك زيي تغري. وفي حاجه تانيه كمان، حكاية المفاتيح دي، أنا عمري ما ضاع مني مفاتيح. وأنا عمري ما لقيت مفاتيح في سلسلة ده. أهلا. اسكي بالتلج ولا بالصودا؟ سك. هشوفك تاني امتى؟ مش بكره. ليه بقى، وراك ايه؟ اوعى يكون في واحده تانيه. شوف يا سوسو، انا راجل صريح جدا، واحب يكون لي علاقه بواحده بس. وانا كمان. بيتهيألي دلوقتي باينة بعد نص الليل. يا الساعة 1:30. يا اظن البنك قافل دلوقتي. اكيد يا حياتي. الاقي معاكي فلوس؟ سلف ودين. كام دول؟ 100. كويس، يبقى هشوفك بكرة. 100%. تصبح على خير. العقد ده هدية من المرحومة والدتي، ده أغلى تذكار منها. ده يجنن يا أحمد. ميرسي قوي قوي يا حبيبي، بس مش هيليقوا على بعض. تعرفي قالت لي ايه؟ قالت لي ده تهديه لعروستك، وانا دلوقتي بنفذ وصيتها. ميرسي يا احمد. يا مساء الفل. دول اهلا بيكوا. خير يا سماح. لسه نادم. معلش يا فندم، انا مضطر امشي. بعد ما خرجت من الحفله رحت فين؟ روحت طبعا. بواب بيتكم قال انك انت ما روحتش البيت نهائيا ليله الحادثه. يا فندم البواب ده راجل مسطول، ما ينامش الا وفصل افيون تحت لسانه. باب بيتكم كان مقفول زي العاده، اذا كان فتح كان افتكر. سعادتك سألته فندم؟ ايوه. خلاص، اذا كان سعادتك سألته وهو فاكر يبقى لازم بقى انا اللي ناسي. يعني تبقى رحت فين؟ شوف يا كابتن، خدها قاعده، انا بدل ما روحتش ابقى خرجت اكمل السهره في شارع الهرم. يعني كنت ساعه الحادث موجود في كباريه؟ محتمل. محتمل ولا اكيد؟ هدي اعصابك يا كابتن، اذا كان يريحك اكيد خلاص خليها اكيد. مين كان معاك؟ جماعه اصحابي. اساميهم عناوينهم؟ والله انا كنت مبسوط شويه ونون ومش فاكر حاجة. حد شافك؟ ده أكيد يا فندم، بس أنا ما شفتش حد. أنت صريح أوي يا أستاذ ممدوح. شكرا يا فندم. علشان كده هكون أنا كمان صريح معاك. أهلا.
انت اذا ما اكدتش مكان وجودك ساعه الحادث هنضطر نوجه لك تهمه قتل سناء كامل. اهلا. يا بهوات اذا كنت انا مش فاكر انتوا مكبرين الحكايه كده ليه؟ للاسف الحكايه كبيره قوي لوحدها. اتكلم يا استاذ ممدوح احسن لك، مفيش داعي للف والدوران. اتكلم. شوف يا كابتن، انا اتعودت لما اخسر اخسر اقل شيء ممكن، وعشان كده انا هقول لكم كل حاجه بصراحه، وساعتك عارف ان انا صريح جدا. قول. من فضلك. افندم. احمد بيه ابو زيد موجود؟ احمد بيه سافر اوروبا يا فندم. يا ترى هيرجع امتى؟ هيرجع بعد اسبوع يا فندم. انت يا جدعان انت بتعمل ايه؟ من فضلك، انت ازاي وانا بكلمك تسيبني وتتكلم مع واحد سبات؟ خليك معايا من فضلك. احنا كنا بنقول ايه؟ احمد بيه هيرجع بعد اسبوع. انت يا جدعان انت بتعمل ايه؟ ايه هكون بعمل ايه يعني؟ بصلح الكالون، مش انتوا بعتهولنا عشان نصلحه؟ من فضلك خليك معايا. احمد بيه عندك عنوانه؟ تعال هنا. رايح فين؟ ايه هصلحه وارجع اركبه تاني. ايه هقلبه تاكسي يعني؟ ايه الموظفين السكه دول؟ لا مؤاخذه يا سعاده البيه، احنا كنا بنقول ايه؟ خلاص مش عايز. انت مش كويس. مغفل. كلونا عمار، كلونا عمار، كلونا عمار. مين احمد بيه اللي سالت عليه؟ ده مسؤول كبير في مجلس الاداره. كلونا عمار، يا نهار اسود، تعرفه؟ ده حبيبي ولغة التلت معانا. وضب لنا كل حاجه وسافر ويرجع بالسلامه يلاقي كله تمام. واذا تعرفت السرقه؟ ماس كهربائي بتحصل حريق. كلونا عمار، وقت الجرد قرب. بالظبط، والنار ملهاش كبير، ياما كلت. المفتاح يتعمل حالا ويرجع كلون مطرحه. ربع ساعة بالكتير. وهنتقابل بالليل زي الاتفاق. كلونا عمار. دايخين على اللي سرق خزنة شركة التأمين. انت بتبص على ايه؟ خزنة قديمة يا فندم، 1935 فاير ريزيستنج. انا ليا في الخزن. انما قتل ودم، ده انا منظر الدم يا فندم والله بخاف منه. يا فندم في اكتر من حالة مشابهة والفعل فيها مجهول. شركة الفنية الحديثة وشركة الحريات الهندسية والشركة الهندسية الدولية. لا 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 لا، الشركة الهندسية الدولية دي انا ماليش دعوة بيها. حصل فعلا، احنا رتبنا وطقصنا، لكن جماعة سبقونا وراحوا كله برزقه. مين اللي سرقها؟ يا فندم الكذب خيبه. والله انا لو كنت اعرف كنت قلت لحضرتك. سعادتك عارف ان انا صريح جدا. واحنا كمان هنكون صراحه جدا. كويس. احنا هنحبسك على ذمه التحقيق. اهو ده بقى يا فندم مش كويس. يحجز على ذمه التحقيق. يا رجل.
مين رئيس الحجز هنا؟ أنا الرئيس. معلم بلية. وأنا ممدوح فريد، خامس مرة باجي هنا. المعلم بيشتغل إيه؟ مشتى. خزن. سجارتك. شوف لك حتة تقعد فيها. أهلا. معظمهم اثبت انه كان في مكان تاني غير مكان الجريمه ليله الحادث. لقيته. القاتل يا فندم؟ لا، العقد. عقد؟ ايوه. خد بص، عقد شكله غريب جدا. العقد ده فين؟ انا جربت المجوهرات حته حته، ما كانش موجود. قصد سيادتك ان القاتل يكون سرقه؟ اكيد. العقد ده له علاقه بالقاتل، لأنه اختفى بعد انتهاء الحفلة وقبل انتقالنا لمعاينة الحادث. مظبوط يا فندم. أنا أفتكر إني عارف العقد ده كويس أوي. أصله طراز مش عادي. والواحد ما يقدرش ينساه. خصوصًا إني أنا اللي جايبه من إيران. غالي. دي حاجات زمان يا بيه، ما بقتش موجودة دلوقتي. تمنه كان 10,000 جنيه، إنما دلوقتي أكيد يساوي أكتر. خصوصًا ما بقاش عقد. ده أصبح تحفة فنية. ما تقدرش تفتكر أنت بعته لمين؟ أيوة، بالتأكيد بعته لشاهيناز هانم الدراملي. مش فاكر عنوانها؟ عندي العنوان بتاعها، بس ما أعرفش إن كانت اتغير ولا لأ. اهلا، في حاجة؟ اهلا استاذ احمد صابر يا فندم. مش دي فيلا شاهناز هانم الدراملي، ولا احنا غلطنا في العنوان؟ لا مظبوط يا فندم، شاهناز هانم تبقى والدتي. طبعا اذنك. قرب شوية، اهو اطلع فوق. انت ناحية مش تفهموني ايه الحكاية؟ تفتيش بسيط. معاك؟ عندنا تصريح من النيابة. أمال فين شاهناز هانم؟ الله يرحمها. أنا آسف. من إمتى؟ من حوالي 5 سنين. المرحومة كان عندها عقد من طراز نادر وقديم. هو فين؟ معرفش، ما عنديش فكرة أنت بتتكلم عن إيه. العقد ده كانت لابساه سناء كامل في حفلة عيد ميلادها. باين أوي في الصورة. شوف كده. دلوقتي نعرف. على اذنك يا فندم. العقد ده اختفى قبل ما نتنقل لفيلا سناء ليله الحادث. ها، وده الشيء الوحيد اللي اخده القاتل. وانا داخل ايه في الموضوع ده؟ انت بقى صاحب العقد. انا ما اعرفش اي حاجه عن العقد ده، ما كانش في الميراث. يظهر المرحومه اتصرفت فيه وهي عايشه. مش شايف انها حاجه غريبه ان عقد نادر زي ده تمتلكه شاهناز هانم اللي هي والدتك، وبعد وفاتها بكم سنة تمتلك خطيبتك المجني عليها، ويكون السبب في قتلها؟ تمام يا فندم، ما لقيناش حاجة. تمام يا فندم، مفيش حاجة. شفت انك ظلمتني؟ دي المرحومة كلمتني تستنجد بيا، ده اللي ملخه على الحادثة. سيادة المقدم، سيادة المقدم، الهوا ده يا فندم. لقيته فين؟ في الخزنة يا فندم. طلعته هنا. مين اللي ودى العقد ده عند سناء كامل؟ ومين اللي جابه هنا؟ معرفش، ما عنديش فكرة. أحمد صابر، أنت متهم بقتل سناء كامل. خليكي كده، خليكي ثانية واحدة. ايوه حلو حلو حلو، هاي
مش القصر بتاعكم اللي في المانيال برضه؟ كان زمان قصر قبل ما تاخدوا الحراسه، دلوقتي بقى حاجه تانية. والباشا موجود؟ الله يرحمه مات بالسكته، وماما وراه. الله يرحمه. وانت عايش في القصر لوحدك؟ انا وعبده الوحيد اللي فاضل من 30 واحد كانوا بيخدمونا في القصر. أول مرة أقابل إنسان حساس ورقيق بالشكل ده. يمكن الوحدة هي اللي أثرت فيا، أنا ما كنتش كده. ممكن أسألك سؤال وما تتضايقيش مني؟ أنت عرفتي غيري كتير. أنت فاكرني قديسة؟ كل إنسان وله تجاربه، لكن أنا حاسة إني هحبك قوي أوي. تعرفي إن فيكي شبه كبير أوي من والدتي. سناء انا ما قتلتهاش، ده انا بحبها وبروح اشوفها كل يوم. وكنتم ازواجا ثلاثه، ده انا بستريح بالشكل وانا جنبها. بس كده احسن، كده احسن. والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم. صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. انت قلت في التحقيق انك اديتها العقد ده هديه، ايه اللي رجعه البيت عندك تاني؟ الاستاذ احمد خطيب سناء. استاذ احمد خطيب سناء هاني؟ يا سلام، دي سناء هاني ملهاش حاجه في الاستوديو غير سيره احمد 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 احمد. يا بختك يا عم، ما تجيب لنا كاس ولا حاجه؟ قوي قوي هقلل اديك. اتفضل. لا ده خد ده. ايه في حاجه؟ ايه في حاجه؟ ما تخافش. لازم ناس كتير قوي الليله دي. مش قلنا 100 مره لما تبقى عارفه ان انا جاي مش لازم يبقى في حد؟ ها؟
سعادتك تأمر. قلنا بلاش سعادتك دي. لا سيبني كده وانا كده بحس ان انا ملكة الدنيا دي كلها بإيديا. انت مجنون يا احمد بقى، حد يسيب الجو الحلو اللي كنا فيه ونيجي نقعد هنا وشنا في وش بعض يا شيخ؟ لازم سلام. هنقعد هنا ولا فوق؟ هنقعد هنا. الو هيا سلام، لحقت التوحشه؟ ابقى اقعد بقى وكلمني. جماعه وقف عزوكوا شويه، مش سامع حاجه يا شيخ. ايوه ازيك يا حبيبتي؟ ايه مش سامع حاجه، علي حسك شويه. بتقولي ايه؟ مين اللي هيقتلك؟ احمد صابر. احمد صابر مدي شويه متهم من طلع عبد نور رضوان. فندم غريب مهني. فندم خد محمود بيومي. فندم محمد. محمد ممدوح فريد. ممدوح فريد فندم. محمد حسن اسماعيل. فندم فتحي سليم فارس. فتحي سليم فارس فهد. محمد سماحي. ابراهيم عبد الجواد. ابراهيم عبد الجواد. محمد سعد عبد الله. محمد سعد عبد الله. عفيفي محمد حسين. عفيفي محمد حسين. كل تلميذ يقف في الطابور ويستنى دوره علشان يستلم الكتب. اتعلموا النظام بقى. قيام كل التلاميذ، محلك سر، والمدرسين كمان. لا المدرسين هتقول للتلاميذ محلك سر، لكن الوزاره هتقول للمدرسين جلوس. المدرس هيجلس على درجته لغايه ما يموت. انا بقالي سنين جالس، بقالي سنين جالس واقف محلك سر، واقف محلك سر. استنى يا ولد اهو، استنى يا بنت، استنى. الوزاره لسه ما امرتش. يا نعيمه، يا نعيمه امسك العيال ما تخلهمش يكبروا. هجيب لهم منين؟ الوزاره لسه ما امرتش. استنى يا ولد، استنى يا بنت. انزل يا مجنون انزل. نعيم انزل. الاولاد راحوا فين؟ بس يا منظر انت اهو. حضرة الناظر اشفع زي دول. الاولاد راحوا فين يا نعيمه؟ بتخليهم يقفوا في الطابور؟ الطابور لسه طويل والجمعيه ما فيهاش فراخ. فراخ ايه بقى؟ احنا هنلخبط يا منظره. اقف يا ولد.